الإنتان البولي عبارة عن وجود الجراثيم في الجهاز البولي، بالتحديد في البول. البول عند الإنسان طبيعي، أطفال أو بالغين، البول عقيم، لا يوجد فيه أي ميكروب، ما في لا جراثيم ولا في فيروسات. أهم أعراض الإنتان البولي عند الأطفال هي الأعراض البولية السفلية، وبالتحديد تكرار البول. الطفل فجأة بيصير بيبول بشكل كثير متكرر. الأم تذكر هالطريقة، تذكر يا دكتور من امبارح طفل عم بول، رايح جاي على الدولة. طفل بيراجع طبيب إنتان بولي بيعالجه، نعم بيصير شفاء بيبعته على البيت، أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر ترجع الحالة، بيعالجه وبيبعته على البيت، وهكذا. الإنتان البولي المتكرر في كل مرة يأذي الكلية بنسبة معينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي راديو الثورة الأعزاء مع حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بدقائق، لنناقش موضوع مرض الإنتان البولي عند الأطفال. فما هو هذا المرض؟ كيف نتعامل معه؟ وما هو علاجه؟ لكلام أكثر وتفصيل أدق نرحب بالدكتور محمد العبيدان، أخصائي طب الأطفال وأمراض الكلية عند الأطفال ورئيس قسم الأطفال في مستشفى أدلب الجامعي. حياك الله دكتور. حياكم الله دكتورنا الكريم. ما هو تعريف الإنتان البولي وما هو هذا المرض بالتحديد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الإنتان البولي عبارة عن وجود الجراثيم في الجهاز البولي، بالتحديد في البول. البول عند الإنسان طبيعي، أطفال أو بالغين، البول عقيم، لا يوجد فيه أي ميكروب، ما في لا جراثيم ولا في فيروسات. وجود الجراثيم في البول هو عبارة عن إنتان بولي، هكذا التعريف. نعم. فالإنتان البولي عند الأطفال، ما هو طريقة الكشف عن هذا المرض؟ تبدأ طريقة الكشف من خلال أعراض. أهم أعراض الإنتان البولي عند الأطفال هي الأعراض البولية السفلية، وبالتحديد تكرار البول. الطفل فجأة بيصير بيبول بشكل كثير متكرر. الأم تذكر هالطريقة، تذكر يا دكتور من امبارح الطفل عم بول، رايح جاي على دورة المياه. نعم. الإلحاح. الإلحاح هو الطفل ما يعني يشعر بالتبول بشكل مفاجئ، وقد لا يستطيع أن يستمسك البول ريثما يصل إلى دورة المياه، وبالتالي ممكن أنه يعمل سلس بولي أحيانا. إضافة إلى عسر التبول، عسر التبول هي الألم أثناء التبول، هذه الأعراض سموها الأعراض البولية السفلية. إضافة لوجود ألم بطني في بعض الحالات والترفع الحروري، وهو علامة هامة جدا. إذا دخلنا بموضوع تشخيص المرض، لو تحدثنا أكثر حكيم عن موضوع تشخيص هذا المرض. خلال الأعراض نحن ممكن توجه لوجود إنتان بولي، ويصنف الإنتان بولي إلى صنفين. الصنف الأول هو الإنتان البولي العلوي الذي يصيب الكلي مع الحويضة. نعم. والإنتان البولي السفلي الذي يصيب المثاني فقط. تشخيص بالدرجة الأولى يبدأ بفحص البول والراسب أو تحليل البول والراسب. نعم. نطلب من المريض إجراء فحص بول والراسب بطريقة معينة، عن طريق التبول الكلاسيكي أو التبول الحر، أو عن طريق أحيانا منهم نلجأ للقسطرة البولية، إدخال القسطرة عن طريق الحليل وأخذ العينة عن طريق الحليل، ونجري فحص بول. من خلال إجراء فحص البول يقيم الطبيب يوجد إنتان بولي أم لا. نعم دكتور، بالنسبة لأهمية الكشف عن هذا المرض. أهمية الكشف عن هذا المرض، الإنتان البولي مثل ما ذكرنا يصنف إلى إنتان علوي يصيب الجهاز، يصيب النسيج الكلوي الكلي بالتحديد، وإنتان سفلي يصيب المثاني. الإنتان العلوي خطير، وخطورته تكمن في إحداثه لتندب أو أذية كلوية عند حدوث أي كل هجم من الإنتان البولي العلوي الذي يصيب الكلي، يترك وراءه أذية كلوية بنسبة 7-10%، وبالتالي كل إنتان بولي علوي عم يتكرر ممكن يؤثر على الكلية بشكل تدريجي. ففي حال عدم الكشف وعدم ضبط الحالة ممكن ينتهي الأمر بأذية كلوية، قد ينتهي في بعض الحالات إلى قصور كلي. لذلك الكشف هام جدا، وأريد أن نوه نقطة، ليست يعني الإبداع أو الأهمية ليست في العلاج الإنتان بولي. علاج الإنتان بولي سهل حاليا، أنه نحن يكون في عندنا إنتان بولي، شخصنا عالجنا. الخطورة تكمن في كشف اختلاط أو بكشف تشوه مستبطن يخفيه الإنتان البولي، وهو التشوهات الجهاز البولي. لذلك كشف الإنتان البولي ومتابعته هام جدا للوقاية من اختلاطات قد تؤثر على الكلي بعد في المستقبل. يعني إذا حكيم، أنت قلت لنا إذا كان في إهمال من قبل الأهل، نعم، اتجاه هذه الأعراض ممكن تؤدي إلى أذية كلوية. نعم. فممكن تشرح لنا عن هاي الأذية الكلوية، نعم، ومدى أبعادها نتيجة تمام. الإهمال؟ تمام. اللي نحن بنشوفه بالحياة العملية، طفل بيراجع طبيب إنتان بولي بيعالجه، نعم بيصير شفاء بيبعته على البيت، أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر
ترجع الحالة، بيعالجوا ويبعتوا على البيت وهكذا. الإنتان البولي المتكرر في كل مرة يأذي الكلية بنسبة معينة. نعم. مثلا بأول إنتان أذى النسيج الكلوي أبعد 5% من النسيج الكلوي عن الخدمة على العمل. بالإنتان بعده يبعد 10% أخرى، بالإنتان بعده يبعد 10% أخرى. إذا كان الإنتان متكرر والطبيب ما تتبع وجود سبب للإنتان وضلع بيتكرر إنتان، في مرحلة معينة الكلية راح تأذى ويحدث قصور كلوي أو يحدث ارتفاع ضغط غير قابل للعودة. وهناك اختلاط، هناك تشوهات كثيرة تكمن تحت الإنتان بولي يخفيه تشوهات يخفيها الإنتان بولي. مثلا الجذر المثاني الحالبي، ارتداد البول من المثاني إلى الحالب، هذا شيء مو طبيعي، فقد يكون هو السبب. اثنين، تضيقات على مسار السبيل البولي من الحويضة حتى المثاني، تضيق في هالمنطقة ممكن هو يكون السبب في الإنتان البولي المتكرر، وبالتالي إنتان متكرر عم بيضغط على الكلية نتيجة إنه الجريان البولي ما بيكون كامل. بعد فترة معينة الكلية تنتهي تقصر عن العمل. لذلك الإنتان البولي أهميته ليست فقط في العلاج، العلاج سهل، أي طبيب ممكن يعطي صاد حيوي يعالج الإنتان البولي، وإنما الأهمية الحقيقية في كشف ما يخفيه، قد يخفيه الإنتان البولي، وعن طريق الإيكوغرافي، تصوير الإيكوغرافي، وقد نلجأ إلى التصوير الظليل للمثاني والكلية. حكيم، أنت تطرقت إلى موضوع العلاج، لو تحدثنا أكثر بتفصيل أدق عن موضوع العلاج. العلاج ابتداء يكمن في العلاج السلوكي والعلاج الدوائي. العلاج السلوكي، كثير من حالات الإنتان البولي سبب كسل الطفل في الاستجابة لمنعكس التبول. طفل بيملأ المثاني عم بيلعب ما بده يروح على التواليت، فبيحصر البول، بيحصر بول. هاي سبب، هاي واحد. لازم ننبه الأهل إلى أخذ الطفل كل 4 إلى 6 ساعات إلى دورة المياه، ويجلس مما يعادل 5 إلى 10 دقائق يفرغ المثاني، وإلا المثاني إذا ما تفرغت تكون بؤرة للنمو الجرثومي. اثنين، الإمساك عامل هام جدا، المساك يعني الكتام بسموه بالعمومي. نعم. عامل مهم جدا في حدوث الإنتان البولي وتكراره. كثير ما تراجعنا حالات إنتان بولي متكرر وعلاجات وتصاوير و يكون السبب اللي عامل، يكون العامل المسبب لتكرار الإنتان البولي هو الإمساك. من عالج الإمساك بنتهي الوضع، الإمساك والاستجابة، ومنحصل التدريب الدقيق والتدريب العلمي على الاستجابة المنعكس التقوى. إذن يجب توعية الأهل. نعم. للمحافظة وعدم إهمال على هدول الأطفال. العامل الثالث نظافة، نظافة الشخصية. حياكم الله حكيم، شكرا لكم على هذه الحلقة الماتعة. الدكتور محمد العبيدان، أخصائي طب الأطفال وأمراض الكلية عند الأطفال ورئيس قسم الأطفال في مستشفى إدلب الجامعي، حياكم الله. حياكم الله. وإلى هنا متابعينا الأكارم، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا إلى هذا اليوم، آمنين من المولى عز وجل دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.